السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ماذا يعني إعلان الرئيس محمود عباس أن السلطة في حل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والصهيونية؟ ما الجديد في إعلان عباس الذي سبق وأعلن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟ هل يمكن تصنيف هذه الإعلانات في أو التهديدات والتصريحات في إطار التهديد أم أن السلطة ستنفذها فعليا على أرض الواقع؟ وفي زهرة المدائن قرية المالحة إحدى قرى القدس المحتلة الاستراتيجية التي سقطت خلال النكبة عام 1948، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين مصور النكبة خليل رصاص. فإلى هناك. عاصمة المغتصبين أصلاً يا أبو إيفان كاليهود مشتتين، لا لهم دولة بالعالم ولا لهم فلسطين. يا ترامب جبت أمريكا أكبر ظلم وأكبر عار، أعطيت ما لا تملك لمن لا يستحق الدار. 28 دولة ومية ضد القرار، وأنت مصمم تبقى مكمل وأنت مركب راس حمار. يا ترامب وحق الناس وخليت الهامة قوية، فتحوا جهاد وحماس وكل أحزاب الوطنية. صرختوا بكل إحساس صرخة وحدة عربية، منبيع القدس بألماس ولا بدولارات أمريكية. لا شرقية ولا غربية، عاصمة فلسطين الأبدية. لا شرقية ولا غربية، القدس عربية، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. بعد نحو 5 سنوات على صدور أول قرار عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مارس آذار 2015، وبعد نحو 2 على آخر جلسات للمجلس في أغسطس آب عام 2018 التي جرى التأكيد فيهما على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف العمل بالاتفاقيات، كل الاتفاقيات الموقعة معه بما فيها التنسيق الأمني والاقتصادي وسحب الاعتراف أو بالأحرى تعليق الاعتراف بالاحتلال إلى حين الاعتراف بدولة فلسطين. بعد طول انتظار أصبح الفلسطينيون أو بالأحرى منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقية أوسلو ووليدتها السلطة الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقيات، ليست الموقعة مع الكيان فحسب بل الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وما لهذا القرار من تداعيات والمقصود فيها اتفاقيات أمنية وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو المشؤومة التي وقعت عام 93 والتي رعاها الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون في البيت الأبيض ودول العالم ومنظمات الدولية في ذلك الوقت؟ هذا ما أعلنه الرئيس أبو مازن في خطاب مفتوح خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي. هناك من يقول إن القرار جاء متأخرا وهناك من يشكك في النوايا، لكن أن يأتي القرار متأخرا أفضل من أن لا يأتي أبدا، والتشكيك في النوايا لا يقدم ولا يؤخر. القضية ليست في اتخاذ القرار بل الاستعدادات والتحضيرات للتنفيذ وتداعيات ذلك على الأرض، وهي كثيرة وكثيرة جدا. لذا يثير هذا القرار العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات. هذا ما نحاول طرحه مع مجموعة من ضيوفنا الكرام في حلقة هذا الأسبوع. الدكتور محمد أبو سعد الباحث والمحلل السياسي معنا عبر سكايب من اسطنبول، وأرحب بك معنا بطبيعة الحال دكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم، كل عام بخير. وأنت بألف خير إن شاء الله. وكذلك سنطرح هذه الأسئلة على الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والمحلل السياسي عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية المحتلة، ولاحقا من غزة الدكتور حسام الدجاني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة عبر الخط الهاتفي. ورحب بك معنا دكتور رائد. أهلا بك عزيزي، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله جميعا. اسمحوا لنا أن نبدأ بعد مشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله، فابقوا معنا. السلطة الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والصهيونية ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات بما فيها الأمنية. هذا ما جاء خلال جلسة طارئة عقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الأسبوع المنصرم للرد على ضم الاحتلال أجزاء من الضفة والأغوار، وأضاف أن على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49. دولة الاحتلال منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 93 وحتى اليوم لم تلتزم باتفاقيات السلام مع السلطة الفلسطينية، لا من أيام الرئيس الراحل أبو عمار ولا حاليا في وقت الرئيس أبو مازن. إسرائيل تعمل ما تريد، تحتل وتدخل وتقتحم وتغتال وتأسر دون الانتباه إلى السلطة أو الاتفاقيات أو إلى القانون الدولي. المحللون السياسيون عقبوا على الخطاب بأنه يمثل بداية مرحلة جديدة، على الرغم من أن نفس الخطاب قد ألقاه الرئيس عباس سابقا، وأن قرارات للمجلس الوطني والمركزي تطالب بإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال ظلت دون تنفيذ، مقللين من شأن الخطاب بعد البدء الفعلي بتنفيذ ما يعرف بصفقة القرن، وأن الأجواء العربية والإقليمية تحول دون إمكانية تنفيذ عباس أي من تلك القرارات، خاصة في ظل ما سيواجهه من ضغوط لدى بعض الدول العربية والأجنبية واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني. لا أعتقد أن هناك أدنى إمكانية لتطبيق هذه الاتفاقيات ما لم يذهب الرئيس أبو مازن إلى حل جذري متعلق بحل السلطة الفلسطينية وانطلاق مقاومة الاحتلال والسماح للشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة. السلطة الفلسطينية قائمة على اتفاقيات ثنائية برعاية أمريكية، والتنسيق الأمني يقابله المال الذي تعيش وتقتات منه السلطة الفلسطينية. دون ذلك أعتقد أنه عبث، وأن هذه الخطوات التي أعلن عنها رئيس أبو مازن هي مناورة تكتيكية للبقاء على السلطة مع تحسين دورها ووظيفتها والعودة إلى المفاوضات بطريقة جيدة. ويستبعد متابعون للشأن الفلسطيني تنفيذ عباس للتهديدات التي أطلقها وقطع كامل العلاقات مع الولايات المتحدة وكيان العدو، مشككين في إمكانية تنفيذ ما ورد في خطابه، خاصة أن وجود السلطة مرتبط بالاتفاقيات الأمنية والتنسيق مع جيش الاحتلال، معتبرين أن ما صدر عن عباس تهديد كلامي أكثر منه واقعي. فهل سيستدرك عباس الوضع بالتوجه نحو الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد البرنامج السياسي والذهاب باتجاه كل الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال والتأكيد على خطة وطنية واضحة لاستعادة الحقوق الفلسطينية؟ أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. أرحب بضيوف الكرام دكتور محمد من إسطنبول ودكتور رائد من الضفة المحتلة. دكتور محمد أبدأ معك. أولا، كما تعرف هذا ليس القرار الأول، وإن بدأ مختلفا كما سنتعرف على هذا من خلال رأيكم. كان هناك صدور لقرارات من مجلس المركزي في عام 2015 وبعد ذلك في عام 2018، ونحن الآن في عام 2020. هل تعتقد أن شيئا مختلفا يتضمن يشتمله أو يتضمنه هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أنه تصريح الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بمشروع الضم الإسرائيلي لأراضي في غرب الأردن والضفة الغربية، أنا برأيي هو خطاب لم يأتي بجديد عما سبق، وللأسف لم يكن بالحجم الحقيقي لحجم الخطر الذي تعرض القضية الفلسطينية. وهذا يعني برأيي هو عبارة عن استمرار لحالة الضعف التي تمتع بها السلطة الوطنية الفلسطينية في فرض الرئيس محمود عباس، وأنه للأسف معظم القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس لم تكن جدية وقوية بما يناسب الوضع الراهن الذي نعيش. وبناء عليه أنا أرى بأنه مبدئيا أنه ما تطرق له خطاب الرئيس عباس
لا يحتوي على جديد، وإنما هو عبارة عن خطاب قديم، وهذا ربما يشير إلى أنه هل محمود عباس هو الحاكم الفعلي للسلطتين الفلسطينية، أم هناك بعض الشخصيات المتنفذة ولديها النفوذ تستطيع أن يعني تبلور آراء معينة للسلطتين الفلسطينية. دكتور، ماذا كنت تتوقع أكثر من أن تتحلل السلطة من الاتفاقيات الموقعة ليس مع الكيان فحسب، حتى مع أمريكا؟ يعني أخي الحبيب، مسألة أنه الحل ليس لفظيا، الحل يحتاج إلى عملية جهود وحسبة دقيقة في هذه المسألة. بمعنى السلطة الوطنية الفلسطينية إذا كانت جادة في مسألة التعامل مع الأزمة، أنا برأيي هل حسبت السلطة كيف سوف تدير أزمتها المالية الحالية الآن في ظل عدم تعاون أمني بينها وبين دولة الاحتلال؟ هذه نقطة في غاية الأهمية، علما بأن أموال المقاصة تمثل تقريبا ما يقارب 70% من ميزانية السلطة الفلسطينية. فهل السلطة الفلسطينية جادة، أم هو عبارة عن خطاب تكتيكي لإرضاء بعض الشخصيات أو بعض الأحزاب المعارضة للسلطة؟ لا أكثر. الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية جادة. المطلوب كان من السلطة الفلسطينية هي التحرك جديا بشكل ملموس. نشعر بأن السلطة تحاول أن تقدم خطوات عملية. بمعنى أخي، السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت خطوتين فقط ممكن أن نقول بأن اتخذتهم. الخطوة الأولى هي إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنها في حل من الاتفاقيات، والخطوة الثانية هي إلغاء بعض الحواجز الأمنية لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية في المناطق سي. تمام. هذه خطوتين اللي على أرض الواقع اتخذتهم السلطة الفلسطينية. لكن السؤال المهم جدا هنا، هل السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تطلق العنان للفدائيين في الضفة الغربية وأن تلغي دورها الأمني السري مع إسرائيل بحيث يسمح بقيام لا نسبق الحديث ونجيب عن هذا السؤال الذي سأطرحه عليك وعلى ضيوفي أيضا بعد قليل. لكن قبل ذلك دكتور رائد، هل يعني ما تفضل به دكتور محمد يدفعني للسؤال، هل تم اتخاذ هذا القرار الأخير في الأسبوع الماضي بعد قراءة صحيحة وعميقة للقدرات الذاتية الفلسطينية وللقدرة على تحمل العواقب، أم أن هذا التصريح وهذا التحلل من الاتفاقيات جاء كنوع من المناورة كما يعتقد بعض المراقبين ومنهم ضيفي من إسطنبول؟ أنا لم أسمع ما الذي قاله ضيفك الدكتور محمد، ولكن لا، الموضوع مختلف الآن. مختلف لسببين. السبب الأول نتيجة لأنه في عندنا قرار إسرائيلي بالضم، وكونه عندنا قرار إسرائيلي بالضم هنا تصبح السلطة والكينونة الفلسطينية كلها أمام حالة لا شيء، وهذا لن تستطيع لا السلطة ولا الأحزاب ولا أي قيادة فلسطينية أن تجيب عليه. يعني ما الذي يمكن أن تتعايش معه في ظل هذه الحالة؟ هذا واحد. نعم. اثنين، لا، ليس سليما أن نقول أنه تم اتخاذ هذا القرار قبل هيك. لم يتخذ القرار قبل هذا الوقت. اللي كان زمان كان تهديدات، كان حديث بأنه يمكن أن نقوم بكذا، يمكن أن نتحلل. ولكن الآن نحن أمام قرار صحيح، قد يذهب البعض بأنه المجلس المركزي بال2015 اتخذ قرار بوقف التنسيق الأمني والمجلس الوطني اتخذ قرار، ولكن الواقعية الفلسطينية تقودنا إلى أنه الرئيس الفلسطيني هو الذي يقرر. ولو جيت تتتبع هل فعلا تم وقف العمل بالتنسيق ووقف العمل بالاتفاقيات؟ نعم تم. لا، يعني على أرض الواقع تم التعميم وبدأ الموضوع رسميا رسميا رسميا. دعني أقول نحن نتكلم عن جيب هنا وجيب هنا، عن ظرف هنا وظرف هناك. الآن هل هذا القرار مبني على اقتدار فلسطيني؟ لا طبعا، يعني مفيش نقاش، يعني الشعب الفلسطيني
بصراحة بمر في حالة ضعف كبير جدا 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 فيما يخص تنفيذ القرار. نعم. ولكن أنا باعتقادي بأنه الاستعجال في الإجابة على السؤال يعني يوقعنا في الخطأ. هو دكتور يعني محاولة التوقع أو محاولة الإجابة أحياناً تكون مبنية على التوقعات أو المعلومات السابقة وسلوك السلطة خلال المرات السابقة. يعني أنه في 2018 كان هناك كلام واضح أنه وقف الاتفاقيات وقف التنسيق الأمني وكذا، لكن يعني أنت تقول الآن أنها جاءت أو كانت في إطار التهديد. على أي حال، هل هناك خطوات عملية جادة على أرض الواقع تدلل على ما تفضلتم به؟ لغاية الآن لا يوجد. لغاية الآن لا يوجد، وهذا هو السؤال المحير. نعم. إنه نحن ذاهبون أمام مشهدية جديدة، أمام مسار سياسي الأصل أن يكون مختلف تماما. هذا المسار له متطلبات وله محددات، ولكن لغاية الآن لا يوجد محددات ومقومات تحكي قصة تطبيق القرار في المستقبل. ولكن لا يمكن استثناء إنه موقف كهذا يشكل أرضية خطبة لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية. نعم. لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية ولبناء مشروع وطني جديد قائم على الاشتباك مع الاحتلال ورفض العلاقة مع الاحتلال. لا يمكن إنكار ذلك. نعم. هلا هذا الكلام بحاجة إلى أن تلتقط القوى الوطنية الفلسطينية، بحاجة إلى أن تلتقط النخب، بحاجة إلى أن تلتقط المؤسسات الإعلامية وتعمل عليه لتفعيله لتحويله إلى أرض واقع. هذا هو الحال. إنما هل يمكن الحديث عن إنه يمكن للسلطة أن تتعايش مع حالة الضم الذي هو بات أمر واقع؟ يعني واقع. نعم. واقع. نعم. يعني اليوم بدأت الخطوات. اليوم بدأت الخطوات في الغور عمليا. هل يمكن أن تتعايش؟ لا يمكن، ولا 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 بأي حال من الأحوال، ولا يمكن يعني عمليا. هل يقبل الشعب الفلسطيني الضم والحالة رغم حالة الضعف والوهن اللي هو بيعيشها؟ لن يقبل. نعم. وبالتالي يعني القضية قضية وقت وقضية. طيب. زمن. طيب. عنصر الوقت وعنصر الزمن يعتمد على قدرة الفاعلين السياسيين على تسريع هذا الوقت وهذا الزمن فقط لا غير. أرجو أن تبقى معنا دكتور سعود عليك إن شاء الله. دكتور محمد، يعني حتى الآن نحن ما زلنا نحاول مناقشة القرار، وكون هذا يعني ما زال يعني كلاما يعني في الهواء لم يتحول إلى خطوات على أرض الواقع. يعني بعض المراقبين قال إذا لم يكن هناك خطوات جادة على أرض الواقع في يوم غد، وهذا كان يعني تعليقا في الساعات الأولى على كلام السيد محمود عباس، فإننا سنبقى في إطار أو في مربع المراوحة في نفس المكان كما جرى في المرات السابقة. قد يكون مبالغا هذا المحلل السياسي أو المراقب، لأن الظروف الواقعية الفلسطينية والظروف السياسية قد لا تحتمل يعني مثل هذا النوع من اتخاذ الإجراءات العملية بعد ساعات وكذا. وآخرون يقولون أنه كان يفترض بالفعل أن تكون هناك خطوات عملية. حتى ننتهي من هذه النقطة، ماذا تتوقع كمتابع ومحلل ومراقب للحالة الفلسطينية، وماذا كنت تتوقع من السلطة الفلسطينية أن تفعل؟ سؤال في غاية الأهمية. أخي في الحقيقة أريد أن أوضح نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أنه التهديد باتخاذ خطوات تساوي وتوازي وبنفس المعنى أن تتخذ خطوات دون تنفيذ. بمعنى أنه أنا شايف الأمرين ربما اختلفت التعبير اللغوي، ولكن في النتيجة والمضمون والتحليل لم يختلف شيء. المفروض من السلطة الفلسطينية في الخطوة التي تسبق التصريحات الحماسية أن تتخذ خطوات فعلية تشعرنا بأن السلطة الوطنية الفلسطينية مقبلة على خطوات جادة. بمعنى الآن عندما نتابع التحليلات الإسرائيلية فيما يتعلق بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، هناك بعض المحللين الصهاينة يقول بأنه ليس هناك مانع من إنشاء كانتونات في داخل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
هذا مخطط، هذا مخطط ربما ترد به إسرائيل أو تهدد به إسرائيل تهديد السلطة بأن البديل لدينا موجود. وهنا السؤال، هل اتخذ السيد محمود عباس أي خطوة جدية من أجل لملمة البيت الفتحاوي عنده؟ هل اتخذ السيد محمود عباس أي خطوة من أجل لملمة السلطة الوطنية الفلسطينية وتوحيد جهودها في محاربة هذا الشيء؟ الجزئية الثالثة، هل يأمن الرئيس محمود عباس قياداته الصف الأول ألا تحيط بالسيد الرئيس محمود عباس من مكرهم ورغبتهم بالحصول على منصب الرئاسة؟ هل اتخذ محمود عباس خطوة واحدة باتجاه مصالحة حقيقية مع حركة حماس في الضفة الغربية؟ هل اتخذ محمود عباس خطوة فعلية في تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؟ هل اتخذ محمود عباس خطوة جدية من أجل تحشيد دور الوجهاء والمخاتير وإعادة دمجهم في داخل منظمة التحرير الفلسطينية لكي لا يكونوا خنجرا في خاصرة المشروع الفلسطيني وبالتالي يقبلوا بأن يكونوا هم الحكام أو روابط القرى السابقة مرة أخرى؟ وبالتالي كان هناك خطوات جدية على السيد الرئيس عباس أن يقدم عليها حتى نشعر فعليا بأن هناك خطوة جدية من أجل مواجهة ما تعرض له القضية الفلسطينية. هذه الأمور لم نراها من السيد الرئيس، وبالتالي أنا برأيي أنه الخطاب 2015 عن الخطاب 2020 الفارق بينهما هو عبارة عن تبدل في بعض المصطلحات، هنا كان تهديد وهنا يكون قطع، ولكن حتى القطع والإلغاء لا يستطيع تنفيذه لأنه لا يمتلك المقومات. هذا ببساطة أن الأمر لا يمكن التعويل عليه. جميعنا نعلم بأن حالة القسام الفلسطيني كيف أضرت بنا، جميعنا يعلم بأن انقسام البيت الفتحاوي كيف أضر بتكوين السلطة الفلسطينية، والانقسام الفلسطيني بطبيعة الحال دكتور محمد والانقسام الفلسطيني كذلك بين فتح وحماس. أيضا قيادات مستعدة أن تلعب دور تكميلي لمحمود عباس في حال إسرائيل أراد التخلص منه، وهذه إشكالية عميقة. نعم دكتور رائد، إذن دكتور محمد يتحدث عن التحضيرات الفلسطينية لتنفيذ هذا القرار، يعني إحنا رحنا باتجاه الإعلان عن التحلل من الاتفاقيات الموقعة بينما نحن لسنا مستعدين بما فيه الكفاية فلسطينيا، وقد استعرض كل ما قاله الدكتور. يعني أنا أتفق تماما أنه كان الأولى والأفضل أن يكون هذا القرار نتيجة لحالة فلسطينية، ولكن أنا لا أرى بأنه هذا القرار لا يصلح أن يكون بداية ليحدث نفس النتيجة. يعني تاريخيا لدينا مشكلة عندما نتكلم عن البرنامج الوطني الواحد، عندما نتكلم عن عقيدة المؤسسة الفلسطينية، عندما نتكلم عن هوية الحالة الفلسطينية، عندما نتكلم عن طبيعة المرحلة الفلسطينية، دائما كان لنا إشكالية في الساحة الفلسطينية. هناك فصائل تعتبر بأنه يجب أن تكون الهوية هي الاشتباك مع الاحتلال، نعم، بغض النظر عن آلية الاشتباك وطريقة الاشتباك. وهناك كان عندنا مشروع سياسي له ارتباطاته له علاقاته وله أسسه، وهذا كانوا متناقضين بشكل كبير، كانوا لا يتيحوا أي فرصة للحديث عن أي وحدة وطنية، أي برنامج وطني، أي إعادة بناء المؤسسة الوطنية. اليوم بصراحة أصبحت هناك أرضية يمكن البناء عليها ويمكن استغلالها بالشكل الأمثل. يمكن أنا لدي تخوفاتي كما كل الناس عنده تخوفاتها، ولكن حقيقة أنا أراهن على جملة المتغيرات اللا فلسطينية والتي تدفع الفلسطينيين إلى أن يعبروا هذا الجسر بطريقة يعني إما اختيارية أو إجبارية عمليا. فمشروع الضم لا يمكن أن يعني دعني أكون صريح، يعني لا 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 يمكن لا يمكن لا يمكن حتى لروابط القرى لو أعيد الزمن أن تتعايش مع مشروع الضم. لا يمكن. السلطة تعايشت وقبلها الشعب الفلسطيني وأيدها الشعب الفلسطيني بغض النظر عن حجم التأييد، واستطاعت أن تكون عنصر نتيجة للشباب واحد، وهو
مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران لعام 2009 والقدس الشرقية عاصمتها. الآن نجي نقول والله ما الذي تفكر فيه إسرائيل؟ الاحتلال دائما بالتفكيرات المختلفة، ولكن هل الاحتلال يستطيع أن يفرض حل على الشعب الفلسطيني؟ أنا لا أعتقد أنه بيستطيع يفرض حل، ودليل ذلك حتى في صفقة القرن الأمريكان نفسهم عندهم هذه القناعة أنه إذا لم يوافق الفلسطينيين معناته الصفقة لن تستطيع أن تكون نعم. قابلة للحياة. طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا دكتور رائد، سأتحول للترحيب بالدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة. دكتور حسام، لعلك استمعت إلى الجزء الأخير مما قاله الدكتور رائد. دكتور رائد يقول يمكن أن يكون هذا الإعلان الأخير للسيد محمود عباس بالتحلل من اتفاقيات الموقعة مع الكيان ومع الولايات المتحدة الأمريكية أرضية للبناء عليها واستغلالها في تشكيل جبهة فلسطينية، طبعا والفلسطينيون مجمعون تقريبا على رفض الضم، خطة الضم، وبالتالي نحن نتكلم عن يعني نوع من التحضير الفلسطيني أو استثمار هذه الأرضية من أجل مجابهة هذا القرار. ما رأيكم؟ يعني مساء الخير وكل عام وأنت بخير أخي يونس وضيفك الكريم. ما يتعلق في جدية إسرائيل في موضوع قرار الضم وقدرتنا كفلسطينيين لمواجهة هذا القرار، هذا يتطلب تحليل الموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي باختصار شديد هو داعم بكل ألوانه لقرار الضم، هذا توجه استراتيجي بالنسبة للفكر الصهيوني، وبذلك لا يوجد ما يمنع إسرائيل بأن تذهب باتجاه قرار الضم. السؤال الأهم هو فلسطينيا، ضيفك الكريم يتحدث عن عوامل قوة فلسطينية ولكن لم يتحدث عن دور جماعات المصالح في إضعاف عناصر القوة. عندما نتحدث عن قرارات الرئيس أبو مازن، السؤال المطروح أخي يونس، هل الرئيس أبو مازن جاد؟ ثم هل الرئيس أبو مازن قادر على اتخاذ هذا القرار؟ هذه الأسئلة الجوهرية هي التي تكشف لنا حقيقة الموقف الفلسطيني ومن خلفه الموقف العربي والإسلامي والدولي. على صعيد الموقف الفلسطيني، حالة الانقسام التي نعيشها ونجاح إسرائيل في تقسيمنا كفلسطينيين إلى مجموعة من المربعات، في كل مربع منشغل بذاته، غزة لوحدها، الضفة لوحدها، الشتات لوحده، 48 القدس، هذه الإشكالية البنيوية التي فرضتها أوسلو ورسخها الرئيس عباس بعد حالة الانقسام التي عاشها شعبنا الفلسطيني منذ 2007 بعدم قبول نتائج الانتخابات في يناير 2006، هذا هو الأساس المشكلة. وبذلك أي خطوة لا تراعي حل السلطة الفلسطينية وإنهاء السلطة الفلسطينية ضمن دراسة عميقة وضمن تقييم فلسطيني عميق، لا أعتقد أنه سيكتب لها النجاح. أي بمعنى أن رئيس أبو مازن يناور ويستكتب من أجل الوصول إلى أهداف متعلقة بمشروعه السياسي، أي العودة للتفاوض ولكن على أسس سليمة، التحول من السلطة إلى الدولة. دكتور، هل بقي هناك من يفكر بإمكانية العودة إلى التفاوض؟ يعني لم يتبقى شيء، يعني صفقة القرن أجهزت على القدس المحتلة وأصبحت عاصمة لإسرائيل، نحن نتكلم عن خطة ضم ستبدأ بعد شهر، هل هذا كلام معقول يعني؟ أخي يونس، بغض النظر هذا الكلام نحن مقتنعين به أو غير مقتنعين، قلت لك كلمة جماعة المصالح. نعم، جماعات المصالح لم تعد سهلة في الحالة الفلسطينية، فرضتها أوسلو وترسخت وتحميها عناصر قوة رئيسية، إشي بيحمي الاحتلال وإشي بيحمي مصالح اقتصادية وإشي بيحمي أجهزة استخباراتية إقليمية ودولية، وبذلك هذه الجماعات هي التي تضرب عضد الشعب الفلسطيني. هذه الجماعات لا يمكن تفكيكها إلا بمسارين، إما مسار انتخابات والعودة إلى الشعب الفلسطيني، أو بمسار آخر هو إيمان الرئيس عباس بخطواته وجديته في تطبيقه، ولكن هذا له مؤشر. هل ذهب الرئيس عباس إلى خطابه، وربما هنا أعود إلى موقف الجبهة الشعبية وممثل الجبهة الشعبية أخي يونس، ممثل الجبهة الشعبية يتحدث أنه دخل الرئيس عباس بخطابه لم يقرأه أمام القيادة إلا عبر وسائل الإعلام، أي بمعنى الممثلين القيادة الفلسطينية هم والرأي العام واحد، لم يناقش. هذا يعطيك مؤشر سلبي أن الرئيس عباس غير جاد، لو كان جادا لعقد الإطار القيادي المؤقت، لجلب حماس بكل ما لديها من قوة والجهاد الإسلامي بكل ما لديه من قوة، لجلب الشتات، لا سمع لرسالة سلمان أبو ستة
بحل المجلس الوطني وعقد مجلس وطني جديد. لكن على خطاب عليا الذي يطلبه بعقد إطار قيادي مؤقت. كل المراقبين يتحدثون اليوم، لكن الرئيس عباس لا يرى أحد بالعين. هذا يعطيني مؤشر أنه لا يجرؤ ولا يستطيع ولا يريد أن يتخذ خطوات إلا ضمن مناورة تكتيكية، بعض الخطوات الميدانية هنا وهناك، ولكن لا توجد خطوات تكلف الاحتلال وتزيد من فاتورة احتلاله حتى يسمي عن هذا الخطوة وهذا القرارات. وأنا أميل أن البيئة الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية داعمة لقرارات الضم، وإسرائيل ستمضي بقرارات الضم ما لم يكن هناك موقف عنفوان ثوري من الشعب الفلسطيني ينهي هذه الجدلية التي نعيشها منذ 22 عام، جدلية العملية السياسية وجدلية القانون الدولي وجدلية الدولة على حدود الرابع من حزيران. لم يعد بعد هذا القرار لا دولة على حدود الرابع من حزيران. بالضبط يعني دعني أتوقف هنا دكتور حسام بالسؤال للدكتور محمد من اسطنبول. دكتور محمد، يعني لا يوجد الآن أي أمل مستقبلي بإمكانية إقامة دولة على حدود 67، وهذا يعني من المفترض أنه يقلق يعني أصحاب مشروع التسوية في فلسطين المحتلة. هم المفترض أن يكونوا الأكثر قلقا على مشروعهم، لأن هناك كثير من الفصائل الفلسطينية أصلا ترفض المشروع من أساسه. وبالتالي ما جدوى هذه السلطة وما جدوى بقاء هذه القيادة على سدة الحكم في فلسطين طالما أن المشروع ذاته أصبح في خطر حقيقي ولا قيمة له؟ يعني أخي الحبيب، مسألة أنا لا أتمنى حقيقة وجود مجموعة تطلق على نفسها أصحاب مشروع التسوية، هذه كارثة في حد ذاته، لأنه مفروض أنه مشروع التسوية أصبح ميتا ولا يمكن التفكير فيه نهائيا. وأن مشروع التسوية ما هو إلا عبارة معناته عن إدارة مدنية قد تسير أحوال المواطنين في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا أكثر، وبالتالي هذا الأمر مرفوض. وبناء عليه إذا أردنا الحديث حقيقة في عملية معالجة هذا الأمر، أنا برأيي نعم، ربما نحن بحاجة إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن حلا ليس عنتريا، بمعنى أنه حل السلطة الوطنية الفلسطينية ليس أمرا سهلا وجملة من الممكن يعني ترددها بشكل سهل. هناك حرب بيننا وبين دولة الاحتلال قائمة على الصراع الديموغرافي برأيي وجوده الأساسي، وبالتالي خلق معاناة للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير ربما هذا يؤثر سلبا على تركزنا الديموغرافي في بعض المناطق الجغرافية، مما قد يزيد من خسائرنا الجغرافية في المدى المتوسط. وبناء عليه أنا مع حل السلطة الوطنية الفلسطينية على أن يتم إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية على أن تكون هذه المنظمة حاضنة لكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بمعنى ألا أن نجد هناك حالة متراكمة من البطالة. نريد أن نحافظ قدر الاستطاعة على مقومات العيش السليم إلى كافة المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا برأيي أمر مهم جدا، ولكن المظلة عليها أن تختلف ما بين سلطة وطنية فلسطينية إلى منظمة تحرير فلسطين. هذا أولا. ثانيا، المقصود بتفعيل كافة مؤسساتها منظمة التحرير أي أن تصبح هذه المنظمة منظمة شاملة جامعة للكل الفلسطيني، وألا أن تبقى حكرا على أي فصيل. وبالمناسبة أنا برأيي أن رجال السلطة الوطنية الفلسطينية وأصحاب من يمكن تسميتهم أصحاب مشروع التسوية عليهم أن يتنحوا جانبا، وبالتالي بعد الفشل الذريع لهذا المشروع علينا أن نقول لهم شكرا عليكم الآن التنحي، وضخ دماء جديدة من كافة الفصائل الفلسطينية بحيث أن نأتي بمشروع جديد. وهذا المشروع الجديد بالمناسبة ليس بالضرورة أن يكون مشروعا عنتريا، نحن لا نريد في النهاية أن يكون البديل عن الوضع الحالي هو عبارة عن دمار وحروب للشعب الفلسطيني. أنا أرى بأن هناك أدوات من الجيد أن يتم اعتمادها ومن المناسب الارتكاز عليها، وهي التالي. أولى هذه الأدوات أنا برأيي حركة فتح ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. للأسف حتى هذه اللحظة لم تقم يا أخي الحبيب بدور واحد في مستوى الدبلوماسية الرقمية واستغلال الفضاء الإلكتروني ومخاطبة العالم الخارجي. عندنا إشكالية كبيرة جدا، وهنا يجب علينا خارجيا الاعتماد على الدبلوماسية الرقمية على اعتبار بأن أقل كلفة وثانيا بأن أكثر تأثيرا في ظل فضاء إلكتروني واسع
نستطيع أن نصل صوتنا للجميع، وهنا عتبي حتى على كافة المؤسسات الفلسطينية وعلى النخبة الفلسطينية التي لم تستغل أزمة كورونا حتى وأن تخاطب العالم وأن تقول لهم نحن متضامنين مع شعوب العالم وبالتالي أتي علينا إيجابيا بعدال. وأيضا حتى المقاومة الفلسطينية ليس بالضرورة أن تقوم حركة حماس أو تشتعل الضفة نارا، ربما يكون لدينا حلول أخرى، ربما الحروب السيبرانية، وأعتقد أن حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى حد كبير متيقنة إلى أهميتها، تلعب دورا مهما في صراع الحرب النفسي وفي عملية إيجاد نوعا ما من التكافؤ في هذا المجال، على اعتبار بأنه الحروب التقليدية إلى حد كبير لدينا في توازن الرعب وليس توازن القوة، ولكن أنا برأيي أن السايبر إحنا عندنا القدرة من خلال 3-4 سنوات أن نكون لدينا دورا مهما جدا في أن نكون قوة حقيقية حتى على المستوى الإقليمي، ولا يوجد مانع في هذا الأمر. نعم. طيب دكتور رائد، نحن نتكلم الآن عن يعني محاولة توقع السيناريوهات المتوقعة خلال هذا الشهر، يعني قبل أن تبدأ فعليا دولة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ما السيناريوهات المتوقعة، ولا سيما أن هناك خطوات عملية كما أشرتم على أرض الواقع بدأت السلطة في تنفيذها، وطبعا دولة الاحتلال تتوقع المزيد منها؟ يعني أنا بداية بشكر الدكتور محمد على مصطلح الحل العنكبي. أنا باعتقادي بأنه هون يعني هذه خطوة مهمة جدا، نحن لسنا بحاجة إلى حلول عنكبية. تاريخيا المحدد التاريخي علمنا بأنه إحنا دائما ننتقل من حالة إلى حالة دون عبور وتحضير مقومات الحالة الجديدة. أنا باعتقادي نحن الفلسطينيون الآن بحاجة إلى 3 قضايا. القضية الأولى إعادة تعريف السلطة ووظائفها، هذه قضية مهمة. يعني لا يعقل اليوم أن نقول أننا لا نريد السلطة. السلطة ليست قصيدة نظمناها، هناك يعني آلاف العائلات التي تعتمد على السلطة، وبنفس الوقت يعني هناك بعض المكتسبات التي كسبها الشعب الفلسطيني أثناء هذه المسيرة. بالتأكيد إذا قولت بالخسائر لا تعني شيء، ولكن لا يعني أن نفقد هذه المكتسبات. النقطة الأولى، يجب إعادة تعريف السلطة ووظائفها، هذا أولا. 2، يجب إعادة بناء البيت الوطني الفلسطيني وبالذات منظمة التحرير، وبالذات منظمة التحرير الفلسطينية لتكون جامعة للكل الوطني. والقضية الثالثة والمهمة واللي حقيقة فقدناها على مدار أوسلو كله، وهي إعادة الروح الاقتدارية للمواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني فقد روح القدرة، بلغة إنه المواطن الفلسطيني اللي تم إعادة بنائه ليكون مواطن في ظل الدولي وهو مواطن يقع تحت الاحتلال، هذا هو اللي بدنا نعيد تكوينه سلوكه بناءه وإلى آخره. الآن أنا بعتقد السيناريوهات يعني إذا قابل الاحتلال، وهذا يعني إذا ليست شرطية، لأنه واضح أنه الاحتلال أمام 3 خيارات، إما أن يقوم بالضم لنسبة تتجاوز 60% من الأراضي، أو يقوم بالضم لنسبة 30% من الأراضي، أو أن يقوم بضم المستوطنات. هذول الثلاث يعني واحدة من هذول هي اللي إيش حادثة، والأرجح أن يقوم بضم 30%. الآن عشية الضم أنا باعتقادي سنصبح أمام حالة فلسطينية جديدة. هذه الحالة الفلسطينية أتمنى أن تقود إلى إعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية وبالذات منظمة التحرير، لأنه هذا الركيز الآن حتى البعد العربي اللي كان بمانع بإعادة بنائها و اليوم أصبح كذلك هو يعيش حالة متخلخلة من الاقتدار إنه يمنع إعادة بناء المنظمة. وباعتقادي بعض القوى العربية أصبحت داعمة باتجاه إيجاد منظمة قوية لتستند إلى موقفها عمليا. يعني لا يعقل أن يكون الموقف الأردني متقدم على الموقف الفلسطيني،
لا يعقل هذا الكلام، يعني هذه حقيقة. وبنفس الوقت لا يعقل أن تطالب العالم العربي بموقف أو أوروبا بموقف وأنت مالك، وأنت لن تتخذ موقف موازي. بنفس الوقت هناك سيناريو سيء كمان، نعم، وبدأ الحديث عنه، وهو السيناريو وهو أنه الآن يقال بأن الرباعية وروسيا تبحث في إمكانية عقد لقاء لأخذ الملاحظات الفلسطينية على صفقة القرن. هون قد نعود إلى الملهى القديمة السيئة. حقيقة يعني صفقة القرن ليست يعني شيء به ثغرات ونريد أن نطورها. نعم. صفقة القرن هي عبارة عن إنهاء للوجود الفلسطيني، إنهاء حتى لا أبسط سيئات أوسلو، يعني أفضل من صفقة القرن يعني. نعم. وبالتالي هذا السيناريو يجب أن لا نذهب إليه، خاصة إنه هذا السيناريو عم بيرتبط كذلك، أو هذا الطلب الروسي عم بيرتبط كذلك إنه وكأنه روسيا بتدعي إلى مصالحة. يعني هون علينا نحن الفلسطينيين أن نحدد بوصلتنا. يعني صفقة القرن ورفضها هي أولوية، الضم ورفضه هو مسلم، تمام، وما دون ذلك هو عبارة عن مواقف وأهداف فلسطينية يجب إعادة بنائها. طيب، هذه حتى نكون قادرين على، أشكرك دكتور، مواكبة المرحلة القادمة. إن شاء الله نكون قادرين على ذلك. دكتور رائد نعيرات الأكاديمي والباحث الفلسطيني كنت معنا من الضفة الغربية. بسؤال أخير لدكتور حسام. دكتور حسام، إذا نحن يعني هل سنكون قادرين على تجاوز هذه الأزمة أم لا؟ هل نحن مستعدين لذلك؟ في الحقيقة هذه أسئلة صعبة أمام الكل الفلسطيني، ولا سيما أمام المقاومة الفلسطينية التي تمتلك ورقة قوة وهي إحياء انتفاضة شديدة تعيق تنفيذ هذا المشروع. أخي يونس، فرق كبير بين الحديث النظري والحديث المنتجم مع الحالة الوطنية التي نعيش. الحديث النظري كل شيء ممكن نتحدث فيه، ولا نستطيع إسرائيل ولا يمكن، وكل هذا الكلام. عندما نتحدث على الصعيد الواقع الذي نعيشه، لا يمكن لمواجهة صفقة القرن وقرارة الضم دون وحدة وطنية حقيقية، دون إزالة المربعات التي صنعها الاحتلال نتيجة انقسامه والتي قسم المناطق وشغل كل مكون مجتمعي في المنطقة التي يعيش فيها. وهذا لا يمكن أن يتم دون إنهاء المصلحة التي يعني يتقاتل عليها للأسف البعض، أي بمعنى السلطة الفلسطينية. صحيح كلام أخي الدكتور العيرات أنها مكتسب، وصحيح أن التنازل عنها ليست نزهة، لكن بحاجة إلى جلوس وتقييم، وكيف يقيم هذه المسألة دون أن يتم عقد الإطار القيادي المؤقت، التوافق على الاستراتيجية الوطنية النضالية، كيف نواجه الاحتلال. هذه المفاهيم الثلاثة إن نجحنا نستطيع، دون ذلك أنا أقول بكل تشاؤم لا يمكن أن نواجه هذه القرارات في ظل الحالة الهلامية التي نعيشها نحن كفلسطينيين. بحاجة ماسة إلى وقفة جادة، وأولى شرارات الانتفاضة تبدأ من الشعب الفلسطيني، لأن جماعات المصالح أكبر مما نتخيل، ولا أعتقد أنها ستسمح لحراك بالضفة المحتلة. ولو أدركت هذه الجماعات، وهذا سيناريو سجل عليه أخي يونس، لو أدركت هذه الجماعات أن رئيس عباس جاد في تطبيق قراراته على الأرض قولا وفعلا، سيتم اغتيال رئيس عباس كما اغتيل ياسر عرفات. أشكرك دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة. وتحول بسؤال الأخير ضيفي من إسطنبول دكتور محمد أبو سعدة. دكتور محمد، إذن نحن أمام مشهد فلسطيني معقد للغاية، ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذي يمكن أن يجري. المتوقع هو أن الاحتلال ذهب بالفعل، وهذا أصبح معروفا للجميع، باتجاه ضم الضفة، يعني أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، إما 60% أو 30%، أو ضم المستوطنات التي يعني استوطنها خلال السنوات الماضية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل تتوقع أن يعني يفاجئ الشعب الفلسطيني الجميع بانتفاضة، بثورة، بأعمال مقاومة بالفعل تكون في اتجاه غير متوقع؟ هذا إحدى السيناريوهات. إذا تغلبت إرادة الشعب في الضفة الغربية
على قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية ودورها الأمني، نعم سوف تشتعل انتفاضة في الضفة الغربية، ولكن إذا تغلب الصف الأول لدى الرئيس محمود عباس، أعتقد بأنه سيتم انتقال السلطة من عباس إلى شخص آخر يستكمل نفس الدور، وسيكون الأمر استمرارا لهذه المهزلة إلى سنوات قادمة. الأمر الثالث وهو المأمول وما نطمح له، السيناريو الثالث يتمثل بلحمة فلسطينية حقيقية على قاعدة أن يكون الوطن هو الرابح، وعلينا ألا أن نستغل هذه الإشكاليات من أجل تصيد أخطائنا لبعضنا البعض. نعم، أشكرك جزيلا دكتور محمد أبو سعدة الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، وأنتقل بكم أعزائي المشاهدين إلى زهرة المدائن والحديث اليوم عن قرية المالحة إحدى قرى القدس الاستراتيجية التي سقطت في نكبة فلسطين عام 48 و900 ألف. إلى هناك. إحدى قرى القدس الاستراتيجية قرية المالحة تبعد عن مركز المدينة 5 كيلومتر غرباً، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 750 متراً. نفذ أول تعداد سكاني للقرية في أواخر القرن 15، حيث وصل عدد سكانها إلى نحو 300 أدوا الضرائب للدولة العثمانية عن الحبوب والزيتون والماعز. في بداية القرن 20 كانت المالحة موطناً لآل الشيخة، إحدى أشد عائلات جبال القدس نفوذاً، وسكنتها غالبية مسلمة مع أقلية مسيحية. في عام النكبة وصل عدد سكانها إلى ما يقارب 2300، فيما يصل عدد لاجئيها اليوم إلى أكثر من 15,000. بدأت هجمات العصابات الصهيونية على المالحة منذ آذار عام 48 بسبب موقعها الاستراتيجي، واحتلت في 15 أيار. اليوم لا يزال عدد كبير من منازل القرية قائماً وتحتله عائلات يهودية، أما مسجدها ومدرستها فقد بقيا مقفلين ومهملين. أما في ذاكرة فلسطين فنتعرف اليوم على مصور النكبة الفلسطينية التي وقعت عام 48 خليل رصاص. فإلى هناك. مصور النكبة ومعاركها خليل رصاص. ولد خليل رصاص في القدس عام 26، وفي دكانة والده على جادة مأمن الله في باب الخليل نشأ وترعرع وتعلم التصوير. بدأ ممارسة التصوير وهو في سن 18. امتلك رصاص شجاعة كبيرة ورافق قوات القائد عبد القادر الحسيني التي كانت تقاتل في جبال القدس. وثق بصوره معارك النكبة وتفاصيل حياة المقاتلين والثوار بشجاعة واحتراف. سرق الاحتلال مع النكبة كل ما صوره رصاص، ويحتفظ به حتى اليوم في أرشيفات الجيش العسكرية. لم يغادر القدس بعد النكبة، وبقي يعمل بها حتى عام 56 مصوراً لصالح وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية وجريدة الهلال المصرية. سافر بعدها إلى المملكة السعودية وعمل هناك مصوراً حتى عام 67. بعد النكسة عاد إلى القدس وفتح دكاناً للتصوير في شارع الزهراء، واستمر فيها إلى أن وافته المنية عام 1974. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. شكرا لكم لحسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.